السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لابد لكل برنامج مجموعة من الأوامر لفتح وإغلاق الملفات وحفظها. لذلك سنتعلم في هذا الفيديو إن شاء الله آلية التعامل مع الملفات في برنامج أوتوكاد، والذي سيتضمن إنشاء مشروع جديد وفتح مشروع وحفظ مشروع وإغلاق مشروع. إنشاء مشروع جديد. يستخدم الأمر نيو لإنشاء ملف رسم جديد من قائمة تطبيقات أوتوكاد. نقوم بالتعليم على الخيار نيو ثم الضغط كليك يسار. نلاحظ قائمة بأسماء القوالب الجاهزة في برنامج أوتوكاد، وعند النقر على اسم القالب نلاحظ عرض صورة مصغرة له في الجهة اليمنى ضمن نافذة بريفيو. والقوالب عبارة عن ملفات رسومية جاهزة مرسومة مسبقا محفوظة بصيغة DWT، تحتوي على جداول وبيانات مصممة لتعبئتها وتحتوي على مساحة فارغة للرسم عليها. وعادة نختار أكاد ISO DWT وهو قالب معد للقياسات المترية، أما أكاد DWT فهو معد للقياسات الإنجليزية. نختار أكاد ISO ثم نضغط على Open. فتح المشروع. لفتح رسوم محفوظة قد أنشأناها من قبل، نذهب إلى قائمة التطبيقات أوتوكاد ثم نختار Open. ستظهر لنا نافذة فيها عدة رسومات. نقوم بتمرير مؤشر فوق أسماء الرسومات هذه بحيث يمكن مشاهدة صور مصغرة محتويات الملف في النافذة بريفيو. فإذا عثرنا على الرسمة المطلوبة نقوم بالنقر على اسم الرسمة الظاهرة، وبالتالي يقوم أوتوكاد بفتح الرسمة يتم التعامل معها. حفظ المشروع. يتم حفظ ملف الرسم الذي قمنا بإعداده بعدة طرق، أهمها عن طريق أدوات الوصول السريع. فبالضغط على الزر Save ستظهر لنا نافذة Save Drawing As، نستطيع من خلال Save In تحديد مجلد الحفظ، مثلا سأختار سطح المكتب. من خلال مستطيل File Name أقوم بتحديد اسم المشروع، مثلا School. أما فايل of types اختار صيغة الحفظ، مثلا AutoCAD 2018 Drawing DWG وهي الصيغة الأساسية. أما الصيغة DWT فهي صيغة Template، حفظ المشروع كملف Template. اختار AutoCAD 2018 Drawing. من المفضل أن يتم حفظ الملف في الرسم بصيغة أقدم من الإصدار الحالي حتى نستطيع استخدامها على أجهزة أخرى بدون أي مشاكل، خاصة إذا كانت الأجهزة الأخرى تحتوي على إصدارات أقدم من برنامج AutoCAD الذي على جهازنا. وبعد الانتهاء من اختيار صيغة ملف ننقر على الأمر سيف لحفظ الملف. إغلاق المشروع. يمكننا غلق ملفات الرسم المفتوحة من خلال قائمة تطبيقات أوتوكاد، ثم نختار من الأمر Close، ثم نختار غلق الرسم الحالي Current Drawing أو غلق جميع الرسومات All Drawing. وهناك طريقة أخرى عن طريق كتابة الأمر Quit في شريط الأوامر ثم الضغط على Enter. نكتب Quit ثم نضغط Enter. تم الخروج من ملف الرسم بعد أن قمنا بحفظه. وبهذا تم الانتهاء من الدرس الثالث من كورس التعلم على أوتوكاد 2020. إذا كان لديكم أي استفسارات أو أي تعليقات اكتبوها لكي نتشارك في حلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.